آداب قضاء الحاجة. المسلم إذا أراد إتيان البول أو الغائط لابد له من آداب. خنزر إشي حشت قوتش در تنا لاس يسر دوي دا حشت قوتش در نشتا غويتش خينها تنا شي أدب شدو دينا حديقة. يجب أن يستتر عن أعين الناس وجوبا. دا واجب دو تنا تحان ناغغ تعليش إخلار دعت أحسن خلار إتحانين قروتش. إما ندخل في هذه الحمامات أو يستتر بحائط بسيارة بشجرة. يا ويد تأحيل وي وين يشتغل شحغيري وي وان يل يا مش عند إيحاء يتحن بين إيحاء شان أوقع والله ها تعليش خليه شوية. أو يبتعد. يجين ولا إيه. نعم لابد أن يمتنع عن ذكر الله. الله حق ورغى صوتي الله حق صوتي ولا يدخل بمصحف بكتب العلم يخشى نشتق شيع وشخينها شي تاني قرآن حتى يوتسو يا علم دولشتها جين حتى يوتسو شي تاني قبل أن يدخل يقول شتشيع والي قولتو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني يقول هذا الدعاء يدعى هذا شتشيع وش ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول. أروكوا جتاني حلقة تشويح أولي. وعند الخروج يقدم الرجل اليمنى. يخشى أروش هنا حأتوكوا جتاني حلقة أولي. ويقول غفرانك يقول هذا الدعاء غفرانك. إدواش أولتو. نعم. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قبلة تنجح شيء يحتن أو تعيز نتسخوئي يشي بوق تنجح تعيز نتسخوئي. لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس كما أماكن جلوس الناس أو تحت الأشجار. نعم. يخا ناغن تحن تنا ظلم خلدوش نو قلو خلدوش ميت حشت قوش صدو تو خليل تناخ وحوش صدو عشمتك. لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. يخا شيء كذب دول حشت قوش صدو تو لهج دول خيتشو. لا يمس ذكره بيمينه. يقول شيء بيخ كيمتى شيء إهتو كي قد دعت صحت لايه.